ثم في آيات أخرى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن بماذا تحيا هذه إذا كانت الأرض كذلك بالمقابل يحييها الفلاح بطريقة الاستصلاح؟ كذلك هذه النفوس يحييها العلماء، يحييها العلماء أن يجاهدوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم. فمن ثم قال قائلهم لله برهم الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. أظن أن ممكن هذه المنطقة، هذا الحي كان شبه ميت، كان شبه ميت، يعني بعض الأحيان شبه ميت، أعني أن يكون المسجد لإحياء ذلك الحي. إن الإحياء مشكلتنا اليوم في الدراسات، في التخطيطات، يخطوا باش يكون حي، ولكن المسجد من بعد عهد قال فلان انا ماشي يتبرع واحد القطعه تاع واحد لونتيرا يعملوه مسجد. وين كان اللي خطط؟ وين كان اللي صمم؟ وين اللي كان اللي فين كان من قبل؟ مين يعني هذا؟ لا الوم ولا يعني اخدش في يعني الكلام، انما هذه تذكره لي والاخوه لعل الحضور فينا، يعني من هو اعلم مني ومن هو من هو. لست بهذا المكان، انما جئت اشارككم فقط، ويعني ارجو من هذه المشاركه جئت والله لله ولحبا للقران، ولولا حبكم للقران ما جلستكم ما جلستكم. فقلت لكم يعني بعض الاحيان الحي يكون شبه ميت مهما فيه المسجد، لكن لما يكون فيه رجل، ما يكون فيه رجل بمواصفاته، مواصفات الرجوله، يصبح الحي يعني اكثر حياه وحيويه ونشاطا. لما؟ لان الحياه حصلت بالنفوس فاتصلت ببارئها وخالقها. فقال قائلهم لله بره الأحياء الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، إذا ما عاش عالمها الأرض بدأت تحيا. من يكون العالم تاعها حي؟ حي حي باش يكفي، يعني حي حي ما معنى؟ معنى يفعل كتاب الله جل وعلا، يفعل هذا الدين. كيف يفعل هذا الدين؟ ما يجعل له القابلية عند النفوس. ما كيف ينفر على الدين كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هو الطرق والكيفيات كثيرة من التنفير من دين الله سبحانه وتعالى عن هذه النفوس، عن بارئها، عن كتاب الله جل وعلا. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، ونعلمتها حي نشط، يقدم يعني يحقق هدفه، الهدف من وجوده في هذه الحياة الدنيا. ودائما نتساءل هل حققت هدفي من كوني حيا على هذه المعمورة؟ أم أنا آكل وأتمتع ويحق علي قول الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام؟ لا، أنا يعني إنسان ضف إلى ذلك أنا مسلم، شرفني الله سبحانه وتعالى وكرمني، ثم زاد أن تفضل علي بالإسلام، وأكثر من هذا حملت القرآن. قال الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، فإذا مات عالم مات منها طرفه. كيف عالم يموت؟ طرف من الأرض، قطعة من الأرض تموت، مش الأرض يعني التراب، يعني عمارها سكانها يموتوا. ولكن كيف يموتوا؟ هل موت الأجسام أم موت الأرواح؟ قال يعني الناس يبكون على من مات، مات وخرج من الحياة، من مات جسمه، ولا يبكون
النماذج من الرعي الأول يربهم القرآن، وعاشوا على مادة القرآن تغذوا بها. هذا بلال يحتضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعود من معراجه إلى سدرة المنتهى يقول يا بلال، يعني سمعت يعني حفحف هذا خطب يعني عليك مش يندعك سمعتها في الجنة، بما سبقتنا إليها؟ باقين الإسلام، يعني ما منعه لون ولا رق ولا قومية أن يسبق إلى الجنة. هذا هو أثناء احتضار يموت ويسمع لما كان يعاني سكرات الموت، لما يفق من سكرات الموت يجد أهله وزوجه وأولاده يتضارون يتصايحون واطلبوا راء يعني من هي تلطم وجهها ومن هي يعني تلطم فخذها تضرب على فخذيها بردية ويلي هم شاوشوا ليكم بناف لا لا أبدا. قال لا تقول واطلبوا راء، قل وافرحتان أصبحوا نجوم يهتدى بهم في
ظلمات البر والبحر. يبتدى بهم في ظلمات البر والبحر. فأنشد حسان رضي الله تعالى عنه يقول: أنجبت للدين والدنيا قياصرة، جمع قيصر وهو امبراطور الروم. أنجبت للدين والدنيا قياصرة بالأمس كانوا رعانا الشاة والنعم. وجئت بالعلم أميين ما درسوا أصبحوا قادة العرب والعجم. جئت بالعلم أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا، أصبحوا قادة العرب والعجم. من ينكر هذا؟ قل لي بالله عليكم، من ينكر هذا؟ هذا الحق الذي شهدت له الأعداء. خذ نموذجا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنت غلاما يافعا، يعني كنت غلام كما عبر القرآن، فلما بلغ معه السعي يعني يقدر يعمل، يقدر يعاون اخوانه. كنت غلاما يافعا ارعى الغنم، ولكن هل غنم الغنم أبي؟ لكن قد استأجره ابن عقبة بن معيط. هذا كان راعي يرعى يعني بالأجر. قال: فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو لا يعرفه، يعرفه هكذا يقولون في هذا الصابر، ويقولون في هذا المجنون، ويقولون في هذا الساحر، يرمونه بكل يعني ما يعرف، يعني سواء شخص او كل ما يتأذى به الانسان. فيقول: مر علي فقال لي، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يعني سقنا حليبا. فقال: اني مؤتمن. انظروا العرب، العرب الأقحاح كانت عندهم نخب، كانت عندهم شهامة، كان عندهم أخلاق، كان يبلهم يعني خيانة الأمانة. نعم، معرض، نعم. فقال: إني مؤتمن ولا أسقيكم، أنا هذه ما أخشى الغنم تاعي وما أخشى، وغلام صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بشاة حائل لم ينزو عليها الفحل، يعرفها الموالي الشاة ما تحلبش حتى تحمل، حتى ينزو عليها الفحل تحمل، عاد باش يكبر الضرع تاعها، ومن بعد الولادة الضر يضر ضرها لبن الحليب. قال: اعطينا شاة يعني حائل غازة وما يعني وما ما عاودتش كما يقول الموالي، ما نزول بل ينزل عليها الفحل، يعني رحمها خالي من اي جديد. يعني الان اصبح مطمئن، خذ الشر احلبها، هيا احلبها. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ضرعها، ثم ذكر الله تعالى ودعا. قال: فرأيت ضرعها قد حفل لبن، ضرعها كبير ويضر لبن. فجاءه أبا بكر، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بصخرة مقعرة، يعني ما عندوش حامية باش يحلبوا، إنما جاب